طابت اوقاتكم مشاهدي الكرام، اهلا بكم في صوت اليمن. عندما كانت الكثير من البلدان لا تعرف ملامح ولا حدود ولا يمتلك سكانها وطنا ولا ارضا ثابته ولا اي فكر، كانت اليمن دوله ذات سياده وحضاره وتاريخ وفكر. عندما كانت بلدان العالم تتحرك يمينا ويسارا حيث ترى الحشائش على الارض تنبت، كانت اليمن تشيد السدود وتشق مسارات المياه وتنظم الزراعة والري. كانت بلاد كثيرة من العالم لا تعرف حتى البيوت التقليدية، فيما اليمن تبني ناطحات السحاب. وتحدث عن حضارة اليمن وثقافتها وتاريخها، تلك الحضارة الضاربة في جذور التاريخ. أيضا يعني هذه الحضارة هي تشابه في حضارة كثيرة أو تتقارب منها، مثل الحضارة الصينية، الفرعونية، اليونانية، الرومانية. كانت الحضارة اليمنية تقف جنبا إلى جنب وتنافس. ناطحات السحاب ظهرت في اليمن، المولات ربما القديمة تمثلت في السماسر الموجودة داخل مدينة صنعاء، أيضا موجودة منذ آلاف السنين. من الحضارة تظهر الثقافة والفنون والآداب التي تحركت وانطلقت. صحيح أنها مرت فترات صعبة، لكنها عادت من جديد لتتحرك وتنطلق للأمان في عهد الزعيم علي عبد الله صالح، ليبدأ من جديد مرحلة إعادة تشييد التي انطلقت لتعيد ثقافة اليمن وأمجادها. تحدثنا عن الشعر، فالشعر أيضا أهمية كبيرة عند كل يمني لطبيعة الشعب القبلية وافتخار القبائل بشعرائها قديما وحديثا. هل نحدثكم عن البردوني أم عن المقالح أم عن عبد الله عبد الوهاب، بن عمان الفضول، حسن الشرفي، علي بن علي صبرة وغيرهم الكثير، بل المئات من الشعراء البارزين. أم نتحدث عن الزامر، وهو نوع من الإنشاد يختص به أو تختص به القرى وأبناء القبائل. يعني ربما في الحروب يكون له صدى، هو فن قديم يتعلق بالحروب، غرضه إخافة الأعداء، فيه من الحماسة ما يدفع لي الرجال للقتال، يعود إلى عصور قديمة كان ذا شكل واحد وهو الحرب، لكن تغير وتطور عبر العصور وظهرت له أغراض أخرى مثل الترحيب والرثاء والأعراس والهجاء والتربيع وغيرها. وهو موجود بصورته هذه في المناطق الشمالية للبلاد تحديدا يعني. أما في حضرموت فهناك الرقصة الحربية، لديهم لون مشابه يسمى بالشيلة، ولديهم أيضا الدان الحضرمي. ثقافة اليمن غزيرة وغنية بمختلف الفنون الشعبية من رقصات وأغاني، أيضا الأزياء والحلي والجنابي أو الأسلحة التي أسلحة الزينة مثل الجنابي، تختلف أيضا من منطقة إلى أخرى وتعود بأصولها لعصور قديمة جدا، ولها دور في تحديد معالم الهوية اليمنية وقوميتها. منظمة اليونسكو اعتبرت الغناء الصنعاني من التراث الثقافي اللامادي للإنسانية الذي ينبغي المحافظة عليه وصيانته، وتدور الأغاني الصنعانية حول الحب والغزل. أغلب كلمات الشعر الصنعاني أو الغناء الصنعاني من الشعر الحميني، لا تلتزم بقواعد الفصحى، وهو مزيج ما بين اللهجة المحلية والفصحى. حديث الحضارة أيضا ذو شجون خاصة، يعني خاصة إذا ما فكرنا في الحاضر المؤلم الذي نعيشه. لكن في اليمن مثل أي حضارة عظيمة تمر بفترات قوة وفترات ضعف، لكن عودنا التاريخ أن أصحاب الحضارة دائما ينتصرون ودائما ما يعودون أقوى. تابع تقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيفي الكريم في هذا اللقاء. بهجة وعادات شهر الصوم لدى اليمنيين غابت، خاصة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية والتي تشهد عمليات حوثنة تجري على قدم وساق وبنساق متصاعد، ابتداء من استغلال المساجد والمنابر الدينية وتحويلها إلى مراكز طائفية تخدم الأفكار الخمينية. ففيما تمنع الميليشيات المساجد من بث صلاة التراويح على مكبرات الصوت، ألزمت المساجد ببث خطب قائد الميليشيات عبر المكبرات في تطبيع إجباري للمجتمع على الأفكار والهوية الحوثية، كما ركبت كاميرات مراقبة بشكل منتظم في المساجد التي يؤمها خطب غير منتمين للميليشيات.
وفي وقت كان فيه شهر رمضان مناسبة سنوية لليمنيين للحكاية والتزاور والتراحم، فإنه بات تحت سلطات ميليشيات الحوثي فرصة لتكثيف دوراتها التثقيفية الإجبارية للمواطنين بمختلف فئاتهم، إذ أنها تجبر الموظفين لحضور مثل هذه الدورات الطائفية والاستماع لخطابات زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي ومؤسسها حسين بدر الدين الحوثي. عمليات الحوثنة تجري وسط مناخ من الخوف والاضطهاد وترهيب للرأي العام وتكميم الأفواه وسجون سرية تمتلئ بالمختطفين والمخفيين قسريا، والذين يمر على بعضهم رمضان للعام السابع وهم بعيدين عن أسرهم، وفي وقت كان ينتظر فيه اليمنيون أن تطلق سراح آلاف المختطفين والمخفيين من سجونها في هذا الشهر الكريم، إلا أن الميليشيات نفذت حملات دهم واختطاف لمئات المواطنين في مختلف مناطق سيطرتها بمبررات وذرائع واهية في إصرار حوثي على تحويل شهر الصوم إلى جحيم على اليمنيين. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ويسرني أن أرحب بضيفي هنا الأستاذ العزيز والصحفي القدير حسن العديني. أهلا بك أستاذ حسن. مرحبا. إذن وحديثنا عن رمضان وعن عادات رمضان وتقاليد رمضان وحضارة يعني حضارة اليمنيين وارتباطها أيضا في فترة ما بعد الإسلام طبعا بثقافة معينة ما يتعلق بالشهر الكريم، يعني ماذا علق بذاكرتك عن هذا الشهر منذ الصغر؟ أولا لدي تعليق على التقديم الذي التقرير الذي قمت به، وتحدث عن الحضارة اليمنية فعلا وهي حضارة عريقة، وتحدث عن الحضارة الصينية أو أشرت إلى الحضارة الصينية والحضارة الرومانية واليونانية. طبعا الحضارة بدأت في الشرق قبل الحضارة الرومانية واليونانية، كانت هناك إلى جانب الحضارة اليمنية والفرعونية حضارة الصين والهند وبابل العراق. بدأ التاريخ، بدأت الحضارات في الشرق ثم هم الأشوريين والفينيقيين، طبعا الأشوريين والبابليين والفينيقيين. بالنسبة للصوم، الصوم موجود في كل الديانات وفي كل بل في الديانات الوثنية. اليهود لديهم صوم بطريقة لديهم نباتين، كما أفهم أنه يصوموا 40 يوم في السنة، 40 يوم بس موزع 10 أيام و10 أيام و10 أيام. المسيحيين يصوموا 40 يوم قبل عيد الفصح قبل لكن الصوم عندهم اختياري ليس إجباري كما هو بالنسبة لنا، ويصوموا من مواد من أغذية معينة من الحيوانات أو مشتقات الألبان. ما هو حي؟ الصيام موجود في الديانات غير السماوية، في الديانات الزرادشت يصومون، بل إن الزرادشت الديانة الزرادشتية قريبة جدا من الإسلام، بل تشبه الصلوات خمس، الظلمة والنور، الثانوية مانوي هذه البنوية، أيوة زرادشت عرق به إلى السماء وخمس صلوات، صلاة في الفجر وصلاة في الظهر وصلاة في العصر وصلاة منتصف الليل، إحنا وزلوفا من الليل. فالديانات البوذيين يصوموا، الهندوس يصوموا، الفراعنة صاموا، صيام للكهنة وصيام للعامة، لا يعمد الكاهن إلا بعد صيام سبعة أيام. فالإسلام قد كتب الصيام كما كان من قبل، يعني برضو الوثني كما كتب على الذين من قبلكم. بالنسبة للوثنيين صاموا باعتبار الله سبحانه وتعالى قال هكذا في القرآن، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، حتى الذين من قبلكم الصابئة يصومون، أيضا البوذيين يصومون، البهائيين وهي البهائية ديانة جديدة ما بعد ما لهاش أكثر من ما لهاش 300 سنة، لكن أيضا عندهم الصيام موجود. فلا أدري أنا بالنسبة للحضارة اليمنية القديمة كانوا يصومون أو لا يصومون، لكن نحن المسلمين الآن جميعنا نصوم رمضان بصرف النظر عن المذاهب، كل المسلمين يصومون رمضان بشهر محدد، في اختلافات ممكن في تحديد الشهر. أنا أعرف عندنا أنه
البعض له اعتقادات انه رؤيته ليست رؤية الهلال، صوموا رؤيته وافطروا رؤيته، البعض يقول انه ليس الهلال. الاسماعيليين عندنا يحددوا ويختلفوا تماما صيامهم مع اكيد الاسماعيلي في البلدان المختلفة يصوموا في يوم، هي طائفة من الشيعة غالبا يتأخروا يوم، هي فرقة من فرق الشيعة. الخوارج في وما زالوا في عمان وفي وقليلا منهم في الجزائر وفي شمال افريقيا برضو صيامهم مختلف. نلاحظ مثلا في عمان يعني نصوم بعدنا بيوم تقريبا او فرمضان بالنسبه لل بالنسبه لنا شهر يعني فيه في تدريب على الصبر والقسوه وتحمل المشقات وهكذا هو تقريبا في كرساله كتشريع انه يظل العمل كما هو كتشريع يظل العمل والمهام اليوميه ووقت صحيان ووقت النوم يعني ربما يكون في نفس التوقيت، فقط يحمل الإنسان بعض المشاق وهي ما يكسب عليها الأجر في رمضان. عندنا تغير الأمر في الدوام الحكومي مثلا. لا خلينا نتحدث عن الأصول، خلينا نتحدث عن الأصول، أصول الصيام في اليمن، كيف كان الناس يصوموا، كيف كان التعاملات فيما بينهم يعني. أما ما طرأ الآن هو لا علاقة، كان الناس يصوموا يشتغلون طول النهار ويناموا في المساء، لم يكونوا يسهرون، لكن هناك لا يناموا طبعا طوال الليل، يناموا وقت يسهروا قليلا، لا يصومون إلى الفجر كما هو الآن. يسهرون في لأداء إما طقوس دينية أو لذكر الله ولقراءة القرآن، وغالبا يقرأ القرآن في النهار وفي الليل، والتهجد والمدائح النبوية. نعم، جلسات يقرأون في جلسات ليالي رمضان تختلف من منطقة إلى منطقة، لكن لا يسهرون ذلك السهر حتى الصباح وفي النهار، يعني لم يكن النهار وقتا للنوم، كان وقتا للعمل. يعني أنا أتذكر، أنت سألني عن ذكريات، أنا عشت في الريف الطفولة في سباق. نعم، وما أجملها من ذكريات، لم يكن في 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 الريف لها وقع خاص ونكهة خاصة أيام وليالي رمضان. نحن كنا أطفال أولا نصوم كذب، يعني نطلب من أسرنا أن نصوم فيكذبن علينا أمهاتنا، يعني صوم لا ظهر من اليوم الثاني تصوم من ظهر. الآن أرى هذا في تعامله مع الأطفال هكذا، لكن عندنا كان يقول لك كل وأنت مغمض. تغمض عينيك وتأكل فأنت علشان ما يشوفك رمضان، فأنت ما فطرت. الإصرار أنك تقلد الكبير، أو فالناس كانوا يصوموا ويشتغلوا، وكان السهر مش عام. يعني النساء مثلا قليلا ما يجلسين للذكر او يحضرين النساء يناموا، وكان في اذا المسحر هو اللي يجزي صحي الناس. وهذه تتذكر يعني بعض المهاجل او بعض الاهازيج التي لا 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 كان لا يطلقها المسحرات؟ لا 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 اتذكر، لا اتذكر، يمكن انا لو ذكرت حاجات بجيبها من التلفزيون من المسلسلات الشاميه. يا صايم يا صايم وحل الدائم، لكن كما قيل يمكن انا ما اذكرش او في ذهني راسب في ذهني شيء، وهو ما كان يحكى لنا انه المسحرات مروه، انما ما اتذكره انه النساء ما عاده ما يسهروش، الرجال يسهروا يقضوا الليل في قراءه القران وفي تلاوه مدائح ومدائح للنبي لعبد الرحمن البروعي والقيداني. مش اتذكر حاجه اسمها الوتريه، كنا نطرب احنا اطفال نجلس في الناس في الديوان و اللي يقرا المديحه والاخرين يكرروا معه، فنطرب للايقاع لايقاع الشعر، كانك تسمع لي اغنيه حماسي. لا مش حماسي. اللهم صل وسلم عليه، صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طرب فيها، طرب فيها، طرب فيها ايقاعات. كان في دف او شيء يستخدم، وهذا ايضا كانوا يسموها المداح. المداح مش في كل المجالس، بس كانوا يعملوا مولد، يسموه المولد. في الموارد النبويه هناك، لكن مثلا في قريتنا نادرا ما يعملوا موالد، كانوا بعض المهتمين بعض الاشخاص
يروح إلى قرى، يسافر إلى قرى أخرى عند الصوفي، في متصوفين معروفين في قرى مختلفة، وكل واحد معه زبائن بذهبوا هناك. لكن كان رمضان قاسي بالنسبة للناس كما أعرف، يعني الشغل تحس يأتي النساء أكثر ربما من يتعب في فترة رمضان، لأنه عندها فلاحة تشتغل طول النهار. نعم، وثم أعمال منزلية، فلاحة وأعمال منزلية وأيضا اهتمام بالأطفال يعني أشياء كثيرة. فذكريات رمضان يعني شوف هي تجمع بين العبادة، بين العلاقات الاجتماعية، علاقة اجتماعية بين الناس، الأسر تتلاقى في رمضان، كان مناسبة للتصالح وتتسامح، تصالح وصلة الأرحام والزيارات واجتماع الأسر في حتى في السهرات القليلة في بعض الأسر، ما يسهروا وقت طويل، لكن هناك جلسات. يعني كان الناس متعودين أنه مثلا في على مستوى حتى الحي أو الحارة أو كذا، يعني انتقلوا أهل المنزل إلى بيت جيرانهم أو بيت أقاربهم، يسهروا كامل يعني. التغير في لون الطعام أو إضافة وجبات، إضافة أنواع من الأغذية للطعام، زي اللحوح والشفوت، هذه ما كانت منتشرة إلا في رمضان. عندنا مثلا ما يأكلش الحلبة إلا في رمضان. الحلبة الحامضة تقصد؟ الحلبة الحامضة وحتى السلتة في الريف عندنا ما يتناولوش. الآن اختلف الأمر، لكن زمان في غير رمضان حتى لو في لحم ما يعملوش حلبة، لكن الحلبة هذه كانت مرتبطة برمضان. اللحوح والشفوت وروائح رمضان والآن السمبوسة السمبوسة في المدن يعني لم نكن نعرفها، عرفناها في المدن. والسمبوسة هي جاية من الهند، مش موجودة في كل مكان. أعتقد البلدان اللي متصلة بالهند، المعجنات المقلية بشكل عام يعني هي موطنها عدن، ومن عدن انتقلت إلى السمبوسة. أقصدنا أصبحت الآن حاضرة على المائدة اليمنية بشكل رئيسي يعني في رمضان. في رمضان. وأيضا في أنواع من الحلويات. أنواع من الحلويات. مش عارف نسيت أنا اسم الحلاوة المشهورة بصنعاء اللي يستخدموها. الرواني. الرواني. والرواني والشعوبية والقطايف. نعم الرواني ذاكرها. والشعوبية والقطايف. وأنواع من المرب. فرمضان يجمع بين التعب وبين الطرب في الليل، يعني الطرب حتى في المدائح هو نوع من الطرب. استمتعت بليالي رمضان في طفولتك ام في شبابك اكثر؟ دائما الطفوله هي الحنين لها يكون اكثر تاثيره قوي، بالذات في هذه في المسائل. انا كنت مدين وانا طفل. انا تربيت في اسره دينيه وقريبة من الجامع، ولكن بعد ذلك يعني دينا بعد الشباب يمكن واحد ما كانش بنفس مش بنفس الالتزام مش بنفس الهوى بالدين يعني. أصبح عندك اهتمامات جديدة يعني. أنا قرأت بقول لك يعني مش قرأت القرآن، حفظت الفقه والكثير من الكتب الفقهية القديمة، الكتب الصفراء التقليدية قرأت وحفظت، فكانت هذه تطرق. وبعضها أيضا كان بالذات التي كنا نقرأها في الشعر، حتى في النحو. في النحو بعض النحو تلقيناه شعرا، الأجرومية وملحة الإعراب، فكانت الأبيات الشعر وإن كانت تشرح مسألة نحوية، ووحد الإسماء مع الجماعة كقولهم سائر الرجال الساعة، تقول سائر الرجال مثلا، كنا نطربها وإحنا نقرأها. فالطفولة فعلا فيها متعة في وفي ذكريات في هذه المرحلة، في مرحلة الطفولة قراءة. أنا كنت أقرأ في الجامع، وفي الجامع ما الذي تذكره من وفي الجامع بعد ذلك يعني نروح نصلي صلاة العشاء وصلاة التراويح، وبعد التراويح يسموها مش عارف نشيد ديني، يخرج الناس يا خافي يا لطف انت لاطفنا بالنبي المختار اختار وسامحنا،
هذا الهزيك كان يطربنا احنا نسمعه. كنت تتقدم الناس في في وتطربهم وانا طفل؟ لا لم يحصل لم يحصل لم يحصل. انا ممكن بالنسبه لل بالنسبه للنشيد او في موضوع سياسي وانا طفل كان في عندنا جماعه كده تمردوا لما عملوا الاتحاد الشعبي الثوري، معلش خارج السياق، لما عملوا الاتحاد الشعبي الثوري الرئيس عبد الله السلام تعالى الاتحاد الشعبي الثوري وعمل له هيئه تاسيسيه من 20 شخص، يومها كان على غير الاتحاد الاشتراكي في مصر. فعندنا مجموعه الصعاريك كده تجمعوا من وعملوا الاتحاد الشعبي الثوري، وكانت عندنا مقر حكومي قديم واحتلوه وبقوا يحكموا الناس. احنا دوله طبعا الحكومه بعيده نافشه طرق مواصلات فبعدين في ناس راحوا اشتكوهم وقتلقنا. اول مره اخطب محمد اخي كتب لي خطبه، اول مره عمل لي شعارات، عمل لي شعارات تسقط جبهه التحرير وقال لي اهتف بالناس بس اوعى تقول تسقط جبهه التحرير، انا ما شاء لانه جبهه التحرير كانت في عدن. فقال لي بس كن اهتف تسقط جبهه التحرير وخذنا اطفال. محمد اخي اكبر مني لكن في انك تقدم وتخطب، انا لي تجربه مع الاخوان المسلمين وانا طفل في المركز الاسلامي كانوا يكتبوا لنا خطب وانتم تصعدوا الى المنابر يكلفونا نروح المنابر بالجامع نخطبها واذكر مره ابي كسفني جدا اخذته معي نروح نصلي الجمعه وفرحان ان انا باقوم اخطب بعد صلاه الجمعه وابي بيقوم يهنيني فخطبت وكملت بعد الصلاه خرجت ابي ما اهتمش خالص رغم انه كان كان يشجعني بحاجات كثيره كان يهتم بي الى درجه اتذكر وانا طفل يقول لي قل فسيكفيكهم الله. لا هل بنطقه كويس لان كلمه كبيره قلت تشيكوسلوفاكيا تمام يفرح اننا تنطقها بطلاقه وانتبه بشيء شاطر مثلا في احفظ مش شطاره احفظ كويس لكن لما خطبت ما مش عارف انه كان يعرف الاخوان المسلمين من وقت مبكر او لا خرج ما شجعنيش ما انتقدنيش لكن كانت تجربه طبعا خرجت منها بدري. هذا طبعا خارج سياق رمضان انما رمضان كان يشدنا تذكر مواقف معينه في رمضان فين؟ في رمضان مثلا حصلت معك مثلا مواقف في رمضان صلاه صيام كنا نصلي التراويح ونصوم كنا نصلي التراويح واحنا اطفال طيب ننتقل الى 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 موضوع اخر الشخصيه اليمنيه قارئه بطبع يعني يعني هل يمكن لهذا السلوك الثقافي ان يندثر خصوصا في ظل يعني موجة التكنولوجيا الجديدة التي ربما اختصرت وقت الناس واصبح الناس يقرؤون القصاصات يقرؤون الخلاصات فقط لم تعد هناك القراءة العميقة قراءة الكتب. هذا موضوع ثاني لكن موضوع حقيقي لكن التكنولوجيا برضو غيرت من لون رمضان. يعني الناس كانوا يستمروا في رمضان يقرأوا قسم من الليل يقرأوا قسم من الليل يقرأوا القرآن ثم أحاديث ومدائح والتلفزيون يمكن أخذ أثر تأثيرا كبيرا. بالنسبة للقراءة وقراءة الخلاصات أنا أثر الفيس والنت أثر على قراءتي سلبا ام ايجابا؟ تاثير سلبي. صحيح انه اعطاني احيانا إن أنا عشان اصل لمعلومه احصل عليها بسرعه ما ارجعش لما ارجع لكن بقيت اقرا اقل وبقيت اهتم احيانا بملخصات واحيانا حتى لما ارجع للنت اقرا مقالات الاحظ انها مش دقيقه المعلومات اللي فيها وهذه خطيره جدا طبعا خطيره جدا بالنسبه للقارئ انه يعتمد ادخل جوجل واقرا اشياء انا عندي معلومات دقيقه وقراتها في وارى انه في ربما انت غير مهتم برفع مواد او بالتصحيح لا بالنسبه تقرا وتصحح فقط لنفسك لا تهتم بالتصحيح للاخرين. انا اقرا في الجوجل ما صحش للاخرين اقرا يعني المقال واتخيل انه يعني لم تكتب مثلا انه ما فكرت انك تكتب مقال مثلا
انه يصحح هذه المعلومات. ما حدثش هذه 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 سلبيه. ما حدثش مشكله. صحيح سلبيه صحيح. في القراء. صحيح. طيب اسمح لي ايضا ارحب بضيفي عبر الهاتف استاذ عبد الله باكداد نائب وزير الثقافه الاديب والشاعر القدير. مساك الله بالخير وكل عام وانت بخير. يا مساء النور. اهلا وسهلا استاذنا القدير، كيف حالك؟ وكل سنه وانتم طيبين. وانت بالف صحه وسلامه. حديثنا اليوم عن رمضان واجواء رمضان، ونتحدث عن رمضان بين جيلين. يعني ما الذي يعني يمكن أن نصف به رمضان اليوم إذا ما قارناه برمضان في فترات الصبا والشباب بالنسبة لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أقول لكم يعني أستاذ عبد الله. نعم نعم تسمعني ولا لا؟ تفعلي الصوت. نعم. بداية أقول لكم رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. يبدو الصوت مش واصل. نعم نعم أسمعك جيدا تفضل. ايوه. فيما يتعلق برمضان، طبعا رمضان بكل اريحيته وبكل جماله وبكل التسامح الذي يبعثه على الناس، يظل رمضان على مر الاجيال، ولكن ربما ظروف المجتمع هي التي تتغير. في فترة ما نحن عرفنا رمضان ببساطة الشعب اليمني، ولربما عشنا نحن في حارات عدن، مناطق الشيخ عثمان والمنصورة وشيخ الدوير والبريقة وخور مكسر وكريتر والمعلو والتواي، هذه المناطق التي لربما عرفت شيء من التقارب بين الأسر، فكان أكثر ما يلفت النظر حينها تلك البيوت التي اللي يعملوا الباقية واللي يعملوا السمبوسة واللي يعملوا التاتليكس واللي يعملوا الأشياء هذه ويتبادلوا بها الشربة واللبنية وكذا، فيتبادلوا بها من بيت إلى آخر، ما يعملوا هذا البيت يرسلوا إلى البيت الثاني وما يقدموا البيت الثاني يرسلوا البيت الأول. ألو. نعم نعم أسمعك. مستمتعين بحديثك أستاذ عبد الله. الله يرضى عليك. يعني هذه الأريحية وهذه البساطة لربما افتقدها الواقع اليوم. بعض الشيء الذي أصبحت أجهزة الإعلام وأجهزة التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا تكتذبه أكثر، خلقت منه علاقة مادية على حساب العلاقة الروحية. المرأة قديما يعني سيدة البيت أو ست البيت كانت تشعر بشيء من المحبة تجاه جيرانها. لربما اليوم يعني بدأت علاقات جديدة بحكم تغير الواقع في علاقاته، وطبيعة الحال كل الأديان السماوية وكل النظريات الاقتصادية إنما جاءت على مستوى المجتمع اللي تناقش كلمتين اللي هي شكل العلاقة. فشكل العلاقة اليوم لربما أثرت بعض الشيء في هذا التقارب الاجتماعي، وأصبح الأسرة تلتقي بعددها الهائل في البيت الواحد، ولكن كل واحد يعيش عالمه عبر الموبايل أو يعني عبر أجهزة التواصل يعني. أبقى معي أستاذ عبد الله. أستاذ حسن، يعني لاحظ أنه أجيال الجديدة ربما أجيالكم لم يضف شيء إلى ما سبق. يعني نحن نتعرض أيضا لحالة من التشويه للعادات الآن. نعم يعني لم نضيف شيء للعادات الرمضانية الأصيلة التي يمكن القول بأنه كان هناك تميز، تعز تتميز، إب تتميز، تمار تتميز، صنعاء تتميز، عدن تتميز بعادات معينة، بسلوكيات مثلا معينة، في طقوس خاصة في رمضان. اليوم لا، أصبح الآن الطقوس أنه الناس يفطروا يتفرجوا على التلفزيون. ما زال شوف التميز، ما زال أعتقد في الريف يعني شوف تهامة تقريبا لها طقوس كثيرة، وحضرموت تهامة وحضرموت، ربما لأن الحركة الصوفية هناك عريقة ومنتشرة بشكل كبير، وهي المختصة في الطقوس في المسائل الدينية والالتزام بالطقوس. بالنسبة شوف أي جيل في الماضي طبعا كانت حركة الأجيال بطيئة، أنا أقول لأنه حركة الحضارة أيضا بالذات عندنا في اليمن، اليمن كان مجتمع راكد، مجتمع فرض على الركود لمئات السنين، فالتغير بطيء والتأثير متبادل بين الأرياف
بين المناطق المختلفة أيضا بطيء، لأنه حركة ما فيش اتصالات طبعا وما فيش مواصلات كان. فالتغير والتأثير محدود جدا، لكن بالتأكيد الأجيال كل جيل يأخذ ما يأخذ من الماضي ويضيف. لا أعتقد أن هذا الأجيال الحالية لن تضيف طبعا. ما الذي التكنولوجيا ها؟ ما الذي أضيف برأيك؟ يعني ما الذي يمكن أن يفخر به جيلنا أو جيلكم؟ نحن لم نضيف كإضافة يعني. المسائل تتحقق، هذه تحسب أو تدرك بالتراكم. إذن هل يحسب لا تستطيع على الأقل لا تستطيع أن ما الذي حفظنا عليه إذن؟ شوف مثلا نحن أنا برضو في 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 جيلنا جاء طقس آخر في رمضان في قضاء الليالي على سبيل المثال، بينما كان الجيل السابق يقرأ قرآن ويمارس المدائح ويقدم المدائح والأهازيج والهازيج الدينية، كان الجيل اللاحق كان يقضي رمضان بطريقة مسألة يعني موضوع ثقافي موجود في النقيب مثلا في السمرة، دون أن ينفي أن هؤلاء يعودوا يقرؤون القرآن بعد ذلك، يقرؤوا بعد السحور، يقرؤوا في النهار، لكن في الليل كانت حالة ثقافية منتديات سياسية وثقافية أحيانا ثقافية، كانت قراءة الشعر والقراءة الشعر في رمضان بعض المجالس تأخذ كتب محددة وتقرأها على طول صحيح. طول الشهر. طيب أستاذ عبد الله، يعني الحالة الثقافية التي كانت ترتبط برمضان وأشار إليها الأستاذ حسن أيضا، أنه كان هناك حالة من التصاعد في التثقيف، يعني في كل يوم مثلا يقرأ الناس فصل من كتاب ويقومون بشرحه، أو يقرؤون مثلا ديوان من شعر ويستمتعون ب يعني فضلا عن الطقوس الدينية التي كانوا يمارسونها في عقب الصلوات. يعني لو يعني إذا تحدثنا عن المشهد الثقافي المرتبط برمضان، ما الذي سنقوله؟ أخي الكريم، طبعا فيما يتعلق بالمشهد الثقافي ليس على مستوى شهر رمضان فحسب، ولكن على مستوى واقع اليوم هناك تراجع كبير، لن أقول مثلا في اليمن أو في إحدى محافظاته فقط، ولكن على مستوى المنطقة العربية، ولن أبالغ إذا قلت تجاوز حدود المنطقة العربية، هناك تراجع في الجانب الثقافي بشكل كبير جدا، وهذا ما كانت تشهده ليالي رمضان لربما بشكل مكثف، لأنه كانت هناك حالتين. الحالة الأولى كانت تتمثل في المشهد الثقافي الذي كان تبريزه كثير من الأندية الرياضية، من الأندية الثقافية، لا سيما عدن التي شهدت في وقت مبكر ظهور المنتديات الثقافية في ثلاثينيات وأربعينيات وخمسينيات القرن الماضي. وكان الجانب الديني الصوفي يلعب الدور الآخر أيضا، باعتبار الصوفية تظهر مزايا كثيرة في الدين، وهي مزايا روحية وعلاقات إنسانية دون عن بقية يعني المذاهب أو التيارات الدينية الأخرى التي لها شأن آخر. الجانب الصوفي تمثل أيضا في قضايا الإنشاد الديني، وهذا ما تتميز به اليمن اليوم. عندما نراجع الإنشاد الديني نجد أن هناك تنوع كبير جدا، يعني صنعاء لوحدها هذه عالم هامة، يعني في الحديدة يعني من حيث الكلمة، من حيث الأداء، من حيث الموشحات، من حيث المبيتات التي تقدم أيضا. هذا التجمع وهذا التنوع لربما أوصل إلى الارتقاء بعقلية الناس ووجداناتهم، وهذا لعب دور كبير جدا في إذكاء الروح الثقافية، في إذكاء الواقع الثقافي، على عكس ما نجد اليوم. مع الأسف الشديد هناك كثير من التيارات الدينية التي أدت إلى تراجع، واهتمت بالبندقية أكثر ما اهتمت بالجانب الروحي والجانب الوجداني. إذا ما تحدثت عن الجانب الثقافي بالفعل
نحن مثلا الجيل المحظوظ الذي ظهرنا على مستوى الواقع اليمني مثلا الذي يتمثل بالبردوني والمقالع وغيرها من الأسماء الجرادة ولطفي جعفر أمان ولقمان وبيت يعني بيت أمان وبيت لقمان وبيت الجرادة التي كانت ليوسف التنوير أيضا في عدن. وعلى مستوى الواقع العربي يعني تمثل في نجيب محفوظ وحسن عبد القدوس ويعني توفيق الحكي وعلي أحمد باكثير. علي أحمد باكثير طبعا هذا الذي أيضا تنازعته الدول لكي يكون لكي يحمل جنسيتها سواء كان في مصر أو اليمن. يعني هذه الأسماء ومصر أيضا لا زال هناك الكثير أيضا يعتقدون أنه مصري لأنه عايش في مصر عايش في مصر نعم وكرم من إندونيسيا وحضرمية أيوة بالضبط يعني ومن أول من كتبوا الشعر الحديث طبعا وهو في 40 وغنت له أم كلثوم القصيدة قصيدة تفعيلة وغنت له أم كلثوم معلش أنا آسف لو دار معي الأستاذ حسن العديني صديقك العزيز طبعاً وأنا أحب أن أنتم تتداخلوا بال وخليها جلسة يعني بعضهم يعيد القصيدة التفعيلة علي أحمد باكثير رغم أنها تؤرخ لي يعني بدر عبد الوهاب بدر السيب عبد الوهاب بدر وعبد الوهاب البياتي ونازك الملائكة وبرند الحيدري وفي مصر ورسل عبد الصبور لكن بعضهم يعيدها لي وانا اعتقد انه القصيدة التفعيلة موجودة عند الصوفة من زمان مش حتى علي أحمد باكثير لما تقرأ الطواسين للحلاق وتقرأ ديوان الحلاق كله او تقرأ للنفري او تجد انه القصيدة التفعيلة قديمة جدا صحيح. لكن بعض النقاد يرجعوها لعلي أحمد باكثير وهو مصري يمني حسن أنت ذكرت هذه الأسماء هي كلها ساهمت في أربعينيات القرن الماضي ولربما ظهر في ديوان شرايا ورماد اللي نازك الملائكة التي تحدثت عن هذا التطور وتحول القصيدة من البيتية إلى السطرية ساهم فيها علي أحمد باكثير ما في شك وصلاح عبد الصبور وبدر الشكل السيئة هذه الأسماء كلها التي ذكرتها هم كانوا سبب هذا التطور ولكن هم طبعا بعيدا عن قصيدة التفعيلة باعتبار قصيدة التفعيلة لربما تمردت بعض الشيء عن موسيقى الشعر الداخلي. علي أحمد باكثير هنا طبعا كان له دور كبير جدا وأنت ذكرت الأسماء ما شاء الله عليك يعني بشكل جميل يعني. طيب استاذ عبد الله يعني لو لاحظنا انه في فتره الثلاثينات والاربعينات ربما كانت وسائل التواصل محدوده وايضا وسائل الاتصال الجماهيري وسائل الاعلام الجماهيريه التلفزيون والاذاعات وكذا كانت ايضا نطاقها محدود وايضا ربما في دول لم تكن قد دخلت فيها ومنها اليمن وكذا لكن كان التاثير والإشعاع الحضاري والثقافي كان موجود بقوة كنا نجد الشعراء والأدباء من كل البلدان يلتقون مثلا في مصر وفي العراق وفي اليمن وإلى آخر ذلك يعني كان هناك نهضة غير عادية كان هناك التقاء ربما أكثر من اليوم على الرغم من وسائل التواصل الاجتماعي الآن سهلت وقربت المسافات لكن المضمون أقل وأضعف الكلمة أنت قلت سهلت وقربت أنا بقول لك سهلت ودمرت مع الأسف الشديد يعني في الفترة التي ذكرتها كان هناك ارتقاء كبير جدا وإن كان العالم يعيش عزلة مثلا عندما أقول أنا أتحدث عن صنعاء مثلا يعني تأثيرات وجود الأتراك حينها طبعا صدرت الصحف في صنعاء في وقت مبكر وهذا ما عمله المركز الوطني للوثائق بقيادة الأستاذ علي أحمد أبو الريال في رئاسة الجمهورية عندما عمل معرض للصحافة وجدنا أنه هناك بعض الصحف ظهرت في الكلمة التي ظهرت في صنعاء وإن كانت صنعاء حينها تعيش عزلة إعلامية يعني عندما نتحدث عن حضرموت هذا عالم لوحده يعني عليك أن تسمع أغانيهم عليك أن تسمع قصائدهم عليك أن تنظر إلى مكتبة الأحقاف وكم من المخطوطات فيها إلى الآن لم تحقق ولم تطبع رغم مرور هذا القدم عندما تتحدث عن عدن لربما هنا عدن واجهة باعتبار أنهم صحف كثيرة زي فتاة الجزيرة والنهضة واليقظة والقلم العدني والأيام وكثير من الصحف ظهرت في أربعينيات القرن الماضي
وظهور ايضا تلفزيون عدن في وقت مبكر، يعني اعتقد انه في مطلع الستينيات باعتباره ثاني تلفزيون على مستوى الجزيره بعد الكويت. صحيح. ظهور يعني اذاعه عدن. اضيف لك معلومه، عندما افتتح التلفزيون في صنعاء عام 75 الذين قاموا بتشغيلهم 6 من موظفي تلفزيون عدن. كانت عدن بالضبط. ستة من كفاءات تلفزيون عدن الذي كان لديه خبرة أكثر من 10 سنوات أو 12 سنة. صحيح صحيح. والمكتبة الصوتية والمكتبة المرئية والمكتبة المقروءة في عدن كانت ظاهرة بشكل كبير جدا، ولكن صحيح. مع الأسف الرفاق والحماس الوطني والثوري الذي جاء على يعني الثورة تغلبت على الدولة، وبالتالي ذلك التراكم الثقافي الذي كان موجود على مستوى الواقع تحول إلى تدمير ثقافي، وهذا ما نراه اليوم وما وصلنا إليه مع الأسف. نعم. طيب أستاذ حسن، يعني على الرغم من لدينا شعراء وأدباء ومبدعين في كل المجالات، إلا أنه لا يزال المشهورين أو المعرفون على مستوى المنطقة هم من عرفوا في فترة السبعينات. المشهد الثقافي تقصد أنه لا، في شعراء جدد، في شعراء، في شعراء وفي روائيين. بالعكس، الحركة الثقافية تمشي للأمام في اليمن، في مجموعة كبيرة من كتاب الرواية والقصة موجودين، لكن لا تزال الأسماء لم يحصل لها تحديث. أنا أعود معلش للذاكرة العربية، أعود للثلاثينات، طبعا تلفزيون عدن والصحافة، نشأة الصحافة في عدن، فتاة الجزيرة، وحتى الفضول، حتى الفضول، لكن أيضا المكتبات في عدن، المكتبات اللي تبيع الكتب، تسللت كتب المفكرين الكبار في مصر وفي الشام، وممكن في المغرب العربي لم يكن هناك حضور، لكن الناس قرأوا طه حسين، وقرأوا شوقي، وقرأوا محمد حسين هيكل، وقرأوا محمد حسين طبعا غير محمد حسين نعم، وقرأوا اسمه قاسم أمين، وقرأوا لطفي السيد، بالذات العقاد وطه حسين اللي كانوا الكبار فيه، وحتى الشعراء التفحيلة بعدين. هناك من قرأوا بعز المقارح، بدأ شاعر عمود، ثم انتقل، طبعا هو جاء ودرس في مصر، لكن الكتاب كان يدخل لليمن عن طريق عدن على وجه التحديد، كان يتسرب إلى بوابة ثقافية يعني كبيرة. الناس قرأوا طبعا في نطاق محدود، في إطار الطبقة المثقفة يمكن كانت صغيرة مش متسعة، لكن قرأت ما كان ينشر هنا، ما كان ينشر في مصر، ما كان ينشر في الشام. الآن تقول أنه نحن مشهد السبعينات، يعني بالنسبة للكثير من الناس، لا ربما حتى اليمنيين، لما تقول أنا لا أريد من أشهر الشعراء، لمن تحفظ من الشعراء الجدد، يقول لك لا، يعني هو يعرف أنه في شعراء جيدين، لكن بالنسبة له كرموزهما توقف المشهد في السبعينات. يعني أحمد ضيف الله العواضي، النبي رغبة اللجوء، أحمد ضيف الله العواضي، محمد عبد الشيباني في الرواية، عندك كثيرين، كثيرين أسماء كثيرة، لكن كانتشار ربما ما أقصد أنه يعني على قلة وسائل التواصل في فترة السبعينات، إلا أنه الوصول كان أقوى. ربما كانت المهرجانات الثقافية والأدبية كان لها دور كبير في إيصال وفي الاحتكاك الحضاري، في تنضيج التجربة الشعرية أو الأدبية بشكل يمكن أكثر. عندنا في اليمن أنا طبعا مش علاقتي بالأدب، مش أنت أديب، أنا أديب، ولكن أنا قارئ هاوي، أنا قارئ، لكن يمكن الحركة النقدية، ما فيش حركة نقدية ترفع من مستوى، تقيم وتقرأ عبد العزيز المقارح لوحده كان مدرسة، بقدر ما هو شاعر عظيم، بقدر ما هو ناقد خلاق، ناقد مش هدام، ناقد خلاق، عبد الودود سيفا، لكن أشخاص، ليست هناك حركة نقدية. مش عارف يمكن الأخ نائب وزير الثقافة أستاذ عبد الله، تعليقك وأنت، ولا نريد أن نخوض في الموضوع
بشكل رسمي ونقول دور وزارة الثقافة، لكن دعنا فقط نعطي تعليقا، يعني ما الذي يجب في الوضع الاعتيادي، أنتم الآن في وضع استثنائي، في الوضع الاعتيادي ما الذي يجب على وزارة الثقافة أو وزارات الثقافة أن تقوم به؟ طبعا هو أولا يعني أشيد بسؤالك أنك أنت ذكرت فترة السبعينات، وأنا أقول لك أولا يعني قبل أن أرد عن دور وزارة الثقافة، أنه فترة السبعينات شهدت تحول كبير جدا وتمرد على عمود الشعر وتحولها إلى القصيدة، ما أطلق عليها بالقصيدة النثرية، ويعني ظهور الغموض في كتابة القصيدة. أنا أتذكر أن الثورات العربية التي ظهرت في الخمسينيات والستينيات القرن الماضي كان هناك دور للشعر كبير جدا، باعتبار أنه الشعر كان معبر عن هذه الثورات، ولهذا وجدت كثير من الدوائر مع الأسف خطورة الدور الذي يلعبه الشعر. وأنا أعتبر أن هناك مؤامرة، هذا رأيي الشخصي طبعا، أن هناك مؤامرة على الشعر العربي بظهور القصيدة الغامضة باعتبار أن الإنسان عدو ما يجهل، وهذا ما نجده اليوم عندما نرى ربيع التراث العربية. لم نجد أي دور للمثقف، لم نجد أي دور للشعر، لربما للفن التشكيلي وجدنا هذا الدور. الأسماء كثيرة موجودة بالنسبة لشعراء السبعينات زي ما ذكر الصديق الأستاذ حسن العواضي ومحمد حسين هيثم والبطاطي وشوق شفيق ومبارك سالمين ويعني جنيد محمد الجنيد جنيد باقونيد أو جنيد جنيد باقونيد كثير من الأسماء حقيقة موجودة على مستوى الواقع سواء كان في الرواية أو القصة، ولكن أيضا ما هو الدور الذي لعبه هؤلاء في تغيير الواقع؟ هل هناك مثلا على مستوى اليوم أنت تحفظ قصيدة للبردوني وتحفظ قصيدة للمقالة وتحفظ قصيدة للقرادة أو للوفي؟ كانت القصيدة موقف، القصيدة موقف وكان الشاعر معبر. اليوم هل هناك من يحفظ قصيدة لهذا الجيل؟ يعني نقول أنهم ناظمين جيدين، لا أحد يستطيع أن يلغي دورهم كشاعر، يعني إذا ما أخذنا بتصنيفك أنه الشاعر هو من يسجل الموقف، فهو الشعر ما أشعرك، ما جعلك يعني تتخذ موقف أو تغير سلوك معين، هذا هو الشعر الذي نفهمه. لكن النظم و الأستاذ حسن يريد أن يتداخل معك بتعليق، تفضل. أتكلم في القصيدة العمودية، يمكن النظم متاح كثيرا ما يهتم بالقافية ويقول شعر، كثيرين ليسوا شعراء لكنهم يكتبوا الكلام المقفى. في الشعر الحد هناك من يهذي، صحيح هناك هذيان، ونعتقد القصيدة لا تقرأ الموقف، نعم الموقف مطلوب، لكن الرؤية الفن السحر اللي في الشعر، هناك شعراء كثيرين ليسوا نظامين. لا أعرف مثلا جنيد باقونيد ولد شاعر كبير من أول يوم ومش عارف فين راح الآن، هو أستاذ رياضيات على فكرة، لكن لا أدري أين ذهب. أنا سأترك الختام للأستاذ عبد الله، ونحن على يعني في الدقيقة الأخيرة. ويكتب بشكل ممتاز جدا، ومعظم قصائده كتبها عن حضرموت وانا طلعت عليها، ولربما الأوديوان صدر مؤخرا. يعني لو بحثنا عن المغيبين او الغائبين سنتعب كثيرا، لانه البعض ارهقته الحياه بمتطلباتها، صحيح، وخصوصا انه الشعر ما اكلش عيش كما يقال. يعني اشكرك جزيل الشكر استاذنا القدير عبد الله باكدادة، نائب وزير الثقافه، كنت ضيفا عزيزا عبر الهاتف. شكرا موصول لك ايضا استاذنا الكبير الصحفي القدير استاذ حسن العديني على تشريفك لي في هذا اللقاء، وكل عام وانتم بخير. شكرا لك مشاهدينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، القاكم في حلقات قادمه، اللقاء.